السلام عليكم. يمكن عندي اكثر من 10 فيديوهات علاج التابعه، بس الله سبحانه وتعالى جل وعلا دائما يرزقني بالاحسن. اليوم عندنا فضل سوره الجافيه، هاي السوره المباركه اي نوع من انواع التابعه مجرد ان تسمعها يوميه بالليل قبل لا تنام، اي امراه متزوجه او غير متزوجه واي نوع من انواع التابعه حتى وان كان السحر مدفون، مجرد ان تسمعها يوميه بالليل مده 40 يوم هاي التابعه تنتهي من جسمك وما ترجع لك. وانا مسؤول عن كلامي، واهم شيء لا تنسون وادي بخالص دعاكم. السلام عليكم ورحمه الله.